منذ زمن بعيد كان هناك مكان يتعايش فيه البشر والمخلوقات الأسطورية. المخلوق الأسطوري التنين كبير وقوي لكنه وحيد. هذا هو السبب في أن البشر لا يخافون منهم. ولد كل تنين بجوهرة سحرية مثبتة على صدورهم. بحثت البشرية بنشاط وبشكل مستمر عن تلك الأحجار الكريمة. تدريجياً أصبحت التنانين نوعاً على وشك الانقراض. هذه الحقيقة جعلت أحجار التنين أكثر قيمة من البقية. ذات يوم على قمة عالية جداً بعيداً كان هناك تنانين تعيش معاً. تركت الأم التنين طفلها في العرين لتلعب بمفردها، ثم غادرت بسرعة للبحث عن الطعام. تماماً كما كان التنين الأم بعيداً عن الجبل، ظهر شخص غامض. اقترب خلسة من التنين الصغير مستخدماً العنف بلا رحمة لسرقة الأحجار الكريمة. حاول التنين الصغير أن يقاوم، ومع ذلك كان صغيراً جداً. لم تستطع قوته التغلب على الفارس. فقد التنين الصغير المسكين الجوهرة وتحول إلى حجر في غمضة عين. قتل التنين ليس بالأمر الصعب، فقط أستخدم عقلي بدلاً من القوة وسترتفع سمعتي مثل طائرة ورقية في مهب الريح. في ذلك المساء عادت الأم التنين بسعادة إلى ملجئها، حيث اصطادت شاتين بدينتين. تفاجأت التنين الكبير عندما اكتشفت أن طفلها قد تحول إلى حجر. فتشت حولها ولكن لم يتم العثور على أي شخص في الجوار، فقط جزء من سيف مكسور. كانت تعرف ما يجب أن تفعله. حلقت بعمق في العرين حيث توجد بلورة التنين. ألقت تعويذة ونظرت داخل البلورة، ظهرت صورة ضبابية، واتضح أن جوهرة التنين الصغير أصبحت الآن في يد الفارس الشرير. بحلول ذلك الوقت استخدم الفارس الأحجار الكريمة لصنع قلادة للأميرة. في الطريق إلى القصر قابلت تنيناً ضخماً يهاجم قرية. كفارس كيف لي أن أبقى مكتوف الأيدي؟ قاتلت بشجاعة وهزمت التنين أخيراً وأخذت الجوهرة من صدره. القلادة الموجودة على رقبتك هي الكأس الوحيد. بسبب فقدانها تحول التنين بالفعل إلى كومة من الأحجار غير الحية. استدار الفارس لينظر إلى الفلاحين الذين كانوا يحنوا رأسهم بقلق. بدأ أن كلاهما أدرك الأمر وأومأ برأسه رداً. هذا صحيح، كادت قريتنا أن تدمر على يد تنين. لحسن الحظ جاء الفارس هنا للإنقاذ، وإلا لكانت القرية قد تم القضاء عليها. هذا صحيح، استمر بإطراءاتي، إن توظيف هذين الشاهدين يجعل قصتي أكثر تصديقاً. لم يكن من الصعب عليه أن ينعم بإعجاب الجميع. وجد الملك أن هذا الرجل شخص موهوب ولطيف، وأعطاه لقب قاتل التنين، ورتب له أن يتزوج الأميرة. علمت الأم التنين بالقصة وكانت غاضبة للغاية. وضعت لعنة وحولت من كان يرتدي القلادة إلى تنين. الأميرة بعد أن تحولت إلى تنين في ذعر دمر غرفة النوم، شاهد الفارس كل شيء. لكن بدلاً من ذلك اختار أن يشرح الأمر للآخرين. بدأ بالتآمر لقتل خطيبته من أجل تولي العرش في المستقبل. مستغلاً الموقف المربك اتهم الفارس أميرة التنين. يا إلهي، الجميع يتراجع، هذا التنين هو أحد أقارب التنين الذي قتلته من قبل. يا إلهي، تنين لم يقبل التنين الهزيمة، لذلك جاء إلى هنا للانتقام وأكل أميرتنا. كانت الأميرة لا تزال مذعورة في شكل تنين، ولحسن الحظ كانت لا تزال قادرة على تفادي سيوف الفارس المذهلة. لا، إنه ليس كذلك، هذا أنا الأميرة. ومع ذلك فإن كل ما قالته لآذان الجميع كان مجرد هدير وحش. في يأسها وذعرها كان بإمكانها فقط أن تطير بعيداً للهروب. لا بد لي من الإسراع وهي لا تزال ضعيفة جداً.
نظراً لأن الأميرة لم تتكيف مع جسدها الجديد بعد، لم تستطع الطيران بعيداً، وسقطت مرهقة في حظيرة من القش أسفل التل. كان عليها أن تختبئ فيه وتنام خلف كومة طويلة من القش. في اليوم التالي وصل صاحب حظيرة القش وسرعان ما وجدها. أذهل الشاب عندما رأى تنيناً، ولكن بدلاً من القتال مثل الآخرين ألقى تعويذة حتى يتمكن من سماع لغة التنين وفهمها. لا تخافي، هل يمكنك سماع وفهم ما أقول؟ أنت؟ هل تفهم ما أقول؟ ساعدني من فضلك، أنا أميرة هذه المملكة. أدركت الأميرة أن هذا الشاب كان ساحراً. فهمت، قرأت عن لعنة التنانين، لكنها المرة الأولى التي تتاح لي فرصة مشاهدة قضية بأم عيني. انتظري لحظة. ولحسن الحظ يحتوي الكتاب على سجل لأحجار التنين وكيفية رفع اللعنة. وجدتها لتكون قادراً على إخراج أي تنين من لعنة التنين. يجب أن يأتي هذا الشخص ويتواصل مباشرة مع بلورة التنين التي تعود إلى 1000 عام. حسناً، دعيني أرشدك. الرحلة إلى عرين التنين مكتوبة بوضوح في الكتاب، وهي شاقة وخطيرة، ومن الواضح أنها ليست لسيدة وساحر ضعيف. لقد أوشكنا على الانتهاء، من فضلك ضعيني أرضاً واحصلي على استراحة. لكن الأمور لا يمكن أن تنتهي بهذه السهولة. بينما توقف الرجل والتنين لأخذ قسط من الراحة، ظهر الفارس فجأة. أنت تنين، أكلت أميرتنا، يجب أن أنتقم لها. بالتفكير في أنه كان مجرد سوء فهم، وقف الساحر أمام أميرة التنين. قف، هذا مجرد سوء تفاهم، إنها الأميرة. ومع ذلك تجاهل الفارس كلمات الساحر، هاجمه ودفعه عن الجرف. عند رؤية ذلك سارعت أميرة التنين على الفور لإنقاذ الساحر، وحاولت فقط المراوغة وعدم القتال لأنها لم تكن تريد إيذاء أي شخص. ومع ذلك ليس من الجيد المراوغة إلى الأبد، وتعرضت عن طريق الخطأ إلى بعض الجروح. مزقت الجروح جناحيها وألحقت أضراراً بالغة بها. صرخت من الألم وتناثر تيار من النار من فمها، دفع الفارس إلى الهاوية العالية. بسبب الجرح المميت في جناحيها لم يعد بإمكانها الطيران، ولم يعد بإمكانها سوى تسلق الجبل، ولكن بالكاد. لحسن الحظ نجحوا أخيراً في تحقيق ذلك، وجدوا عرين التنين وحاولوا التعمق في الداخل، ولكن عندما اقتربت من بلورة التنين انهارت الأميرة بسبب الجروح القاتلة والإرهاق. لا تستسلمي، استمري قدماً، وصلنا إلى هنا حتى لا نسقط هنا، تقدمي. ومع ذلك ولأن الجرح كان شديداً أغمي عليها دون أن تدرك ذلك. لم يستطع الساحر التحمل، أخذ قدم التنين، حاول بذل قصار جهده لجذبها بالقرب من الكريستال. بمجرد أن لمس الرجل الكريستال بإصبعه على الفور، مرت طاقة من أميرة التنين عبر جسده نحو الكريستال. على الرغم من أن هذا كان مؤلماً للغاية، إلا أن الشاب ما زال يحاول التحمل مرة أخرى. استيقظت أميرة التنين بشكل خافت لتجد الرجل الذي يحاول أن يضحي بحياته وهو يمتص الطاقة من الكريستال فقط لمساعدتها على العودة إلى إنسان. هذا الشخص ضحى كثيراً من أجل شخص غريب مثلي، إذا نجحت في أن أصبح إنسانة أتعهد بأن أكون زوجته إلى الأبد. في النهاية عندما عادت إلى إنسان تحول الساحر تقريباً إلى جثة تحتضر. اتضح أن بلورة التنين لم تمتص اللعنات فقط، بل امتصت أيضاً حياة شخص لديه سحر. بحلول هذا الوقت خرجت التنين الأم، وضعت يدها بلطف على الكريستال
والأخرى على الشخصين. على الفور تعافت الجروح التي أصابت الأميرة وعاش الساحر، وكأنهم لم يسبق لهم أن خاضوا أي معركة. ثم أخذت التنين الأم القلادة من الأميرة، ومرة أخرى ظهرت الصورة داخل الكريستال بشكل واضح. شاهدوا صورة الفارس الذي جاء إلى هنا فقط من أجل الغرور وإبادة التنين الصغير. ليس ذلك فحسب، بل كان أيضاً يختلق قصصاً للتخلص من حياة الأميرة. هذه هي القصة بأكملها. على أي حال، عادت جوهرة ابني، وأنا أيضاً أنقذت حياتكم. هذا يكفي، انتهى الخلاف. عليكم أنتم يا رفاق العودة إلى المنزل. خارج العرين تحجر التنين الصغير. وضعت التنين الأم الجوهرة برفقا في مكانها الأصلي. في غمضة عين عاد التنين الصغير إلى طبيعته. للحديث عن الأميرة بعد عودتها إلى القصر مع الساحر، أخبرت القصة بأكملها وجعلت الجميع ينفجر بفرحة ودهشة. عندها فقط تمكن الناس أن يدركوا من هو الشرير ومن هو الرجل الطيب. البشر بعضهم ليس أفضل من الحيوانات. للرد على صدق التنانين، أعلن من الآن فصاعداً أننا لن نذهب مطلقاً للبحث عن التنانين مرة أخرى. في النهاية قررت أميرتنا التخلي عن مصيرها النبيل لتعيش مع الساحر في سعادة دائمة.